بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض عشاء خفيف جدا، عشاء شعبي كده، على قد الايد كده. بسم الله ما شاء الله. هنعمل بطاطس محمرة، وعملنا هنا طماطم على فلفل ألوان على خيار، حاجة حلوة جدا. وجبنا كمان وحمرنا فلفل وحاجة كده، بسم الله ما شاء الله، وعسل كمان للي يحب. وكمان عملنا ايه بقى؟ الراعي الرسمي كده للأكلات الشعبية، عملنا فول بالطماطم بالثوم كده، حلو جدا وتحفة جدا. اتمنى كده تجربوه يعجبكم. لازم نغير في الاكل، مش كله طبيخ طبيخ كده وجو حر. حاجات خفيفة كده وسهلة وسريعة، يا رب كده الفيديو يعجبكم. يلا بينا نشوف بقى ايه عملنا ايه مع بعض. هنسمي الله يا حبيبي. هنعمل مع بعض النهاردة كده عشاء خفيف جدا. هنعمل ايه؟ هعمل فول بقوطة بالصلصة كده، تحفة جدا. وبحمر هنا بطاطس، بسم الله ما شاء الله، وحاجة كده سهلة وبسيطة. وكمان فلفل مقلي. زهقنا بقى من الطبيخ والرز والوصفات والحاجات، نعمل حاجة كده ايه بسيطة وخفيفة. اول حاجة كده حمرت التومة في معلقة سمنة، كمان هنزل ايه بطماطم وسريعين على الريحة بقى ايه بيقلي فيه. ريحتها تحفة جدا، اكلة كده تعمليها عشا سريع او فطار كده يوم الجمعة، بيبقى مميز كده. كل بقوطة بقى تخلي عجينة الطعمية في البيت كل شوية أو وقت كمان يقرب التفاهات والدنيا. دلوقتي بقى يا حبيبي معايا معلقة صلصة كبيرة، بنزل بيها كده على الفلفل والطماطم والثوم، بس الريحة فظيعة، مش عايزة أقولك، مش عارفة أقولك ايه، ريحة جميلة جدا. بسم الله ما شاء الله. بصوا حبايبي، دلوقتي بعد ما الطماطم كده اتسبكت، هنزل كده بقى بالفول بتاعي. بسم الله ما شاء الله، بسم الله، عشا كده سهل وبسيط، بسم الله ما شاء الله. تقدري تعملي جنبيه كمان بيض شكشوكة، بصل على طماطم على فلفل، بتكون حلو برضو، بسم الله ما شاء الله. لونه تحفة بس الإضاءة ظلمة. بسم الله ما شاء الله. بصوا حبايبي كده، بتزوديه كده شوية مية عشان يفك. بسم الله ما شاء الله، ريحته حلوة جدا ولونه أحمر جميل، بس الإضاءة مش عارفة مالها. معايا هنا ملح وفلفل وكمون، أهم حاجة الكمون. تقدري تنزلي كمان بمكعب مرق لو حابه، يديله طعم حلو جدا. بسم الله ما شاء الله، ريحته حلوه جدا. رشه الكمون ده ما يخليش فيه اي انتفاخ ولا اي مشاكل من اي بقوليات، تمام؟ يعني رشه الفلفل، رشه الكمون لو على الفول او فاصوليا بيضة او لوبيا او اي حاجة، ما تخافيش منها، بتضيع اي الضرر اللي هو اللي بيعمل انتفاخ. بسم الله ما شاء الله. كده خلاص يا حبايبي، خلصنا كده مع بعض العشاء بتاعنا. عشاء خفيف كده وظريف كده وعلى قد الايد، ما ياخدش ثواني. يعني انا قاعده كده متاخره ومش عارفه اعمل اكل ايه، خلاص محمر بطاطايه على شويه فول وجبنه والدنيا زي الفل. وكمان زمان بقى كانت والدتي تقول لي ايه، ان الراجل يحب الحاجه الصينيه اللي عليها حاجات كده ملونه، هو ملوش دعوه هياكل ايه، هو بيحب الحاجات الاشكال والوان كده. يعني مثلا فلفلايه كده متحمره، طبق سلطه كده متخرط، جبنه، بيحب الحاجات الملونه كتير كده،
مش الرز والطبيخ والحاجات دي، والاكل يقعد زي ما هو. ده كان فيديو سهل وبسيط كده، يا رب يعجبكم، اتمنى كده يعجبكم باذن الله. متنسونيش بقى باللايك والشير والاشتراك في القناه وكومنتاتكم الحلوه. يلا باي باي.